هذا شرطة؟ لا، هاي من سيارة شرطة. مساء الخير. اهلا، انت سيف؟ انا مصطفى. اهلا. اهلا، تفضلوا. يوسف. ايوه مصطفى، اطمن جماعتك صاروا معي. لا لا، بعدين بفهمك. المهم اني حبيت بس ابلغك. اوكي اوكي، شكرا. اوكي يوسف. سيدي، جتنا إخبارية أن سيف وسماح متخبيين بوادي رم. لقوا السيارة اللي كانوا هاربين فيها. اتخذ الإجراء. حاضر سيدي. سافر اليوم برضو من غير ما يودعني. أكيد أول ما يوصل راح يحكي معك. المهم يوصل بالسلام إن شاء الله. الله يحمي. المهم أنت لا تشغلي بالك وتطمن. مفيد شو عملت معه؟ أيوه مرمي. أنا بقول نخلص منه. والملف؟ سر بروح معه. الملف لازم يبين غصبة عنه، وأنت لازم تتصرف معه. حاضر. شكرا شكرا سيدي. لقوا السيارة اللي هرب فيها سيف سيدي، بتكون لحياة أخته العزيز بيك. وألقوا القبض على عبود، بس أنكر معرفته فيهم. بيحكي إنهم اثنين سياح تعرف عليهم بالمخيم وحكى معهم وجملهم زيهم زي أي حد ثاني. حياة عمة سيف. بس الغريب سيدي إنه مكان إقامتها مصحة نفسية. إحنا لازم نستجوبها، بس بهيك حالات بدنا تصريح للمصحة. نعمل اللازم. حاضر سيدي.
من امتى حبيتي؟ انا حبيته من زمان، تعرفت عليه بنص خناقة، وهو عزيز ما كانش بترك حدا من شره، بتخانق مع مين ما كان، ما كان في ولا مهندس بضل معه، دائما يفكر حاله هو الصح. كثير كان بيتخانق معي بصرخ علي، بس هاي المرة هو صح، كل شيء انكسر، انهدم وانحرق، عمال ماتت، دم وين ما كان، بس أنا ما كنت بقدر أحكي له، شو بدي أحكي له؟ ما فيش إشي أحكي، بس طلع عنده حق، كل شيء راح. وهو راح معه. وين راحوا؟ في الأول مات، والثاني أنا كتبت له الموت، ما هو الواحد لازم يكون أتحارب، إذا مش أتحارب ما في حدا حيوقف لك. الحب كلمة كتير سهلة، بس لازم تكون مرتاح، لأنه كتير ناس حتحبهم حيتركوك حيروحوا وما رح يرجع مرة تانية. حيهربوا مين هدول الناس؟ أي ناس؟ اللي تركوكي وراح. قالوا شو لزوم نحكي عن ناس مش موجودين؟ أنا غلطت. راضي للمقاولات؟ هم صحيح إلهم فرع بالبترا؟ ماشي، شكراً. قلت إنك عطشان، ف جبت لك مية نار علشان تبرياك. لازم تعرف إنه أنا اللي مخليك عايش. مش عارف تحكي.
طيب شو رايك تاخذ لك قرشين تبني فيهم مستقبلك، تشتري لك بيت صغير وتتجوز لك بنت الحلال؟